أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. في رواية جد وشد المئزر، وفي رواية شد المئزر. إذن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. كما يعلم القاصي والداني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة في السنة كلها، وكان أشد ما يكون في رمضان، وكان أكثر اجتهادا في ماذا؟ في العشر الأواخر من رمضان. هكذا كان حال تاع النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها قيام الليل، إلا أن قيام الليل كان يتأكد عند النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في العشر الأواخر من رمضان. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها، قالت لك كان. هذه كان ماذا؟ نحن واش نعرفه؟ نعرفه أنها فعل ماضي واش؟ ناقص. هذا اللي نعرفه، نعرفه على أنها فعل ماضي ماذا؟ على أنها فعل ماضي ناقص. لكن كان في اللغة العربية عندها عدة معاني. يقول لك أودي اللي يبغي ينتقد القرآن الكريم، يقول لك أودي الإله تاعكم يقول كان الله غفورا رحيما، معناها في الماضي. صدق ماناش غفور رحيم. يقول لك كان كيف تعربوها؟ أو إحنا نلعبوها فعل ماضي ناقص، تعمل عكس إن، ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب تاني يسمى خبرها، تعمل مع عكس إن. يقول لك ودي القرآن يقول تاكم كان الله غفورا رحيما، معناها رب العالمين في الماضي كان غفور رحيم. أيوة دروك ماش غفور رحيم. هذا الكلام يقوله إنسان الذي لا يفقه معاني اللغة العربية. إذا كان عندها عدة معاني. كان تأتي بمعنى المضي والانقطاع، معناها في الزمن الماضي. قال: وكان سورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط. هذه وين كانت؟ كانت في الماضي صحيح. وكان تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى صار، بمعنى صار أو أصبح. تقرأ في سورة مريم: قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، أي في المهدي، أصبح في المهدي صبي، كيف نكلمه حنايا؟ وكان تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الدوام والاستمرار، كما كان الله غفورا رحيما. إذا كان ماذا تفيد هنايا؟ الدوام والاستمرار. كان عندها عدة معاني، من بين معانيها أنها تفيد الدوام والاستمرار. كي تقولي كان الله غفور رحيم، معناها مش في الماضي، قولها ودي كان في لغة العرب ماذا تفيد؟ الدوام والاستمرار، دائما رب العالمين واش غفور رحيم، في أي وقت رب العالمين غفور رحيم. إذا قالت لك كان، هذه فعل ماضي ما ناقص، لكنها ماذا تفيد؟ الدوام والاستمرار، أي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل العشر الأواخر من رمضان فعل كذا وكذا وكذا. فهمت الصورة؟ قالت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، كان العشر الأولى انقضت لاجل القبول، كان العشر الثانية انقضت لاجل القبول، العشر الثالثة على الأقل الإنسان عنده فرصة واش؟ باش يغتنم فرصة. وش يسموه؟ يسموه تعويض الفرص. معناه هناك فرص قد لا تعوض، وهناك بعض المنح تأتي من الله عز وجل ربما قد لا توافقها مرة أخرى، يسمى اغتنام الفرص. فاتك العشر الأولى وكاع رانا مقصرين، فاتنا العشر الثانية ورانا مقصرين، على الأقل العشر الثالثة الإنسان واش؟ يجتهد، على الأقل الإنسان العشر الأواخر واش؟ يجتهد. قالت لك كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فرض. قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه، كان أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفروض عليه فرضا محتما ولازما أنه قيام الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد قياما في وجه في رمضان، وكان أكثر ما يكون في ماذا؟ في العشر الأواخر من رمضان. قالت لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان. على فسرت لك مليح، ربما إنسان ما يفهمش يقول لك ودي عائشة تحكي غير العشر الأواخر، معناها لما أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان راقد، كانش راقد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راقد، معناها تأكد لك على العشر الأواخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان، قالت لك أحيا ليلة، وفي رواية أحيا الليل. وش معنى أحيا الليل؟ كناية على ماذا؟ على ماذا؟ على قيام الليل. وقيام الليل مو شرط غير الصلاة، مو شرط غير الصلاة، كل اللي يقعد يقوم الليل يصلي 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 يقرب الصبح يبقى على خير. مو شرط، نعم الصلاة هي أفضل، دوك بعد نشرح عليك إن شاء الله، لكن قيام الليل هو عبارة عن استغفار، عن دعاء، عن قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفعال تاع الخير تكون في تكون لماذا تكون في العشر الأواخر في رمضان، لكن على رأسها واش القيام هو الذي يكون على رأسها، علاه القيام؟ قال لك لأن القيام هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن صلاة، صلاة جمعة كاع العبادات، ما تهضر فيها، ما تاكل فيها، ما تشرب فيها، ما تكلم، ما دير حتى حاجة كاع، صلاة جمعة كاع العبادات. قالت لك أحيا الليل، وفي واش معنى أحيا الليل؟ معناها كناية على قيام الليل، معناها الليل كامل يقومه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك من قام الليل فهو إنسان واش؟ حي، ومن لم يقم الليل فهو في عدد ما؟ عدد الموتى. هذوك الليل كامل كاع الليل كامل من بعد صلاة التراويح وراك كاع مريح، كاع أنت أجر ركعات ما تركها حمشوة، ربع ركعات ما تركها حمشوة، ستة ما تركها حمشوة، ثمانية ما تركهاش، كاع الليل كامل قاعد لي كامل قاعد على الأقل زوج ركعات ربع ركعات، شنو يسمى لك رب العالمين؟ قالت لك أحيا الليل معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله في ماذا؟ في نهار في العشر الأواخر من رمضان. قالت لك أحيا ليلة، ثانيا وأيقظ أهله. وش معنى أيقظ أهله؟ معناها الزوجة تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يطرق الأبواب، فلان قومي فلان قومي فلان قومي، علاه؟ لأنه مسؤول. وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لك؟ قال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع يعني في بيته هو مسؤول عن رعيته، زوجة تعالك مسؤول عليها، ولادك مسؤول عليهم، بناتك مسؤول عليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالواجب، وكان يطبق قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن الأمر الأول كان يقوم الليل، عندما تبقى فترة محددة قبل طلوع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق أبواب الزوجات: فلان قومي فلان قومي فلان قومي. هذا معنى قولها رضي الله عنها، قالت لك أيقظ أهله. احنا واحد يمشي يصلي ويخلي ولاده والزوجة تاعها راقدين، على الأقل تقوم بالواجب نتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك الانسان كي يقوم على الاقل كي يبغي يقوم الليل يبغى في الجامع يقوم وحده، عن كاع الاهل تاعه ينوضهم. ولا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يوقظ اهله، قال لك فان ابت نضح على وجهها الماء، كما يقول احنا نرشها بالعاميه بالماء، ونفس الحكم ينطابق. احنا كي مرات نكونوا صرحاء هذيك ما يقدر اي انسان ينكرها، مرات المراه تقوم الليل والراجل يلقى حداها راقد وما يصليش كاع، كان كاع ما يصليش كاع، تلقى المرأة تاعها تنوض وتصلي وتقوم له وما يصليش كاع، الصلاة وما يصليش كاع، سبي أنت كي راه صالي لك نتايا، ما عندك الصلاة ما عندك تعذر أنك تتركها. إذا قالت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان، قالت لك أحيا ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وقال لك العلماء الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يشق على نفسه حتى نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم شددين بينقش شوية من قيام الليل. وهي وش قالت لك؟ قالت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فأقول لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شافت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى رجل تاعها تبغي تشقى، العام هو يقوم الليل العام. عائشة رضي الله عنها قاس الأمور، قاس بالمنطق،
قالت له انت مادام رب العالمين غفر لك كاع الذنوب تاعك علاه تقوم الليل؟ نعطيك مثال، انت باغي دير مسابقه، اي مسابقه باغي دير اي مسابقه ولا باش تخدم؟ انت تمشي عند واحد مسؤول ولا عند واحد عنده عرف، تقول له سي محمد انا قاصد، يقول لك مرحبا، تقول له ودينا باغي ندير مسابقه تاع باغي ندخل مسابقه انايا، صاي كاش ما تعاونني في حدود ما يسمح به واش القانون، يقول لك ما كان يقول لك هات لي الدوسي، كي تجيب له الدوسي وتخلي عنده هو المسؤول تقعد ماشي يجي عليه ولا تروح ترقد؟ تروح ترقد تمشي ليامات الاولى وبعد تقول لك خلاص راه عندي، تروح ترقد لك هاني علاش؟ لانه هو واش امره بيده هو ورا مسؤول، تروح ترقد. عائشه رضي الله عنها قالت بان النبي صلى الله عليه وسلم الذنب تاعها مغفور، خلاص الجنه هو اللي يفتح باب الجنه، على راك تعب روحك لما تصنع هذا؟ علاش تكلف نفسك؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا، معناها الله عز وجل انعم علي بالنبوه وانعم علي بالرساله وفضلني بامور كثيره على البشريه قاطبه، يجب ان اقابل هذه النعم بماذا؟ بالشكر. بالشكر. قال افلا اكون عبدا شكورا. اذا قالت لك احيا الليله وايقظ اهله، وش معنى شد المئزر؟ شد المئزر كنايه عن امرين. العرب ماذا يقولون؟ يقول لك فلان شمر على ساعديه، دركي ما هذا وش معناها؟ معناها باغي يجتهد في العمل، صحيح؟ يقول لك شمرت الحرب عن ساقها، معناها الحرب واش؟ راها محتدمه. اذا وش معنى قولها رضي الله عنها شد المئزر؟ كنايتين. قالت لك الكنايه الاولى، قالت الكنايه الاولى هي كنايه عن الاجتهاد في العباده، المبالغه في العباده، يعني المضاعفه في العباده. القول الثاني المقصود بقولها رضي الله عنها شد المئزر، قالت لك كان يعتزل النساء في العشر الاواخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرب زوجاته، وهذا اقوى الادله. لماذا؟ لان عائشه رضي الله عنها قالت لك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم اعتكف ازواجه من بعده. وش هو الاعتكاف؟ هو ان يلازم الانسان المسجد، ياكل تم، يشرب تم، يرقد تم، يغسل كسوته تم، ما يخرج اطلاقا. يكون هذا العباده تكون مصاحبه بماذا؟ مصاحبه بالصوم. وين تكون؟ تكون وين؟ تكون في المساجد. اذا الاعتكاف هو ان يبقى الانسان العاقل البالغ مده معينه اقلها يوم وليله. كاين اللي يقول لك اكثره 10 اللي هي عباره 10 الاواخر تاع رمضان. معناها وش المعتكف؟ ان انسان يقعد في الجامع، يبات في الجامع، ويرقد في الجامع، وياكل في الجامع، ويغسل طباصه في الجامع، يغسل معينه في الجامع، ما يخرج كاع ما يخرج. حتى لو كان يجوا اهله ولا ولاده غير مع التقييم يدخلوا عنده ولا غير مع التقييم يديه ما يخرج، لانه واش؟ معتكف. وش يقعد يدير؟ غير عباده. غير عباده، قراءة القرآن، قراءة الاستغفار، الأذكار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير عبادة، العبادة فقط. كي يجي وقت صلاة الجماعة يدخل يصلي مع الجماعة، من يكمل ركعة المؤخرة. حتى إذا كان يوم باب فائدة، إذا كان يوم فيه جمع المطر، مثلا احنا نجمعوا بين الظهر بين المغرب والعشاء، هو ما يجمعش معنا. علاش؟ لأن الناس كي يجمعوا شي يديروا؟ يروحوا لديارهم، تصور ركعة الجامع ما يجمعش. هذا يسمى الاعتكاف. إذا القول الثاني والمقصود بقول عائشة رضي الله عنها شد المئزر كناية على ماذا؟ قالت لك كناية على اعتزال النساء والابتعاد عن النساء في العشر الأواخر والتفرغ للعبادة، وأيضا يسمى الاعتكاف. يسمى الاعتكاف. قالت قال في سورة البقرة بل رب العالمين أذكر اعتكاف ماذا؟ أذكر رب العالمين الاعتكاف جملة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو فصله. قال ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. إذن الأمر الثاني كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء في العشر الأواخر وكان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أي من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هو قيام الليل في الأصل صعب صعب، لكن في الحقيقة هو سهل على من سهله الله تبارك وتعالى ماذا عليه. يقال عبادات صعيبة، احنا مشكلة تاعنا وين راها؟ يصلي الصلوات الخمس يقول لك ودي الإمام طول، يصلي الجمعة يقول لك الإمام طول، يصلي التراويح طول، يرحم ويصوم يقول لك ودي الصيام واعر. أنت يا ربي علاه سماك مكلف؟ علاه سماك مكلف؟ هذوك الصلوات الخمس تقول طويلة، التراويح تقول طويلة، الصوم تقول واعر، الجمعة تقول ودي واعرة، العيد تقول ودي طولوا باغي نمشيو نغافروا ولا نذبحوا خروفنا. يرحم والديك، انت علاه سماك شرع مكلف؟ علاه سماك مكلف؟ لانه كلفك بامور لازم فيها مشقة. اذا ماكش باغي تتعب معناها انت صبي. ها الصلوات الخمس ماك باغي تتعب، الجمعة ماك باغي تتعب، التراويح ماك باغي تتعب، قيم الليل ما باغي تتعب، الصوم ماكش باغي تتعب، انت وش باغي انت يا؟
بغي تعبد في دارك شو بغي دين نتايا؟ وش بغي دين نتايا؟ معناتها ما راكش مكلف. على سبوك مكلف كما يقولوا اطباء ما جاري فاكسيني، على مكلف لان رب العالمين كلفك بواحد العباده فيها واش؟ فيها مشقه، ها فيها مشقه. ها انت باغي تصلي الاز بلا ما تتعب، غير تجيب سيارتك من سيارتك تجيب دارك تنقل نقاط تعاود تمشي، ها انت باغي تصلي تروح بلا ما تتعب ما تطولوش ماشي ماشي الجمع الفلاني، علاش الجمع الفلاني؟ ودي بالخاف يطلقنا. ها محمد فهم روحك، اذا كان النيه نتاعك ما تصلي جمعه في الجامع الفلاني باش الامام يطول، روح باش الامام يطول بكري، روح صلي في دارك، لان النيه نتاعك واش راها فاسده. النيه نتاعك ماكش باغي تصلي جمعه سي محمد، باغي تمشي واش باغي تلقى بالخف. اذا كان النيه نتاعك ماشي تصلي التراويح في الجامع نتاع زيد ولا نتاع عمر، علاش راك ماشي؟ او ديالك يطلقنا بالخف، روح صلي في دارك، النيه نتاعك راها فاسده. النيه نتاعك راها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال واش انت النية نتاعك، الباعث نتاعك نتايا، المقصد النية نتاعك راك ماشي باش يطلقك الإمام بكري، ماشي تصلي تأدي واجب ولا باش تخرج بكري، ها فهم روحك. إذا ماشي باش تأدي واجبك ما كان أنت مشكل، إذا ماشي النية نتاعك الإمام بكري روح صلي في دارك، روح صلي ما عندك حتى أجر، النية نتاعك راها فاسدة. حنا ناس كاع ماشي باغا تتعب كاع، صلوات خمس طولوا علينا، التراويح طولوا علينا، الجمعة طولوا علينا، قيم اللي طولوا علينا، رمضان اللي طولوا علينا، ها أنت راك تلاها صاحبي نتايا. انت ماكش باغي قاعد تعب نتايا، مالي انت صبي نتايا، انت ماكش ما 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 ماكش مكلف، ماكش ماجري، انت عباره عن صبي. اذا الاصل ان يقيم اللي هو صعب، لكن في الاصل هو يسير سهل على من سهله الله عليه. والله تبارك وتعالى قد مدح اقواما كانوا يقومون الليل. إذا تقرا في الثمن الاخير من سوره الفرقان قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبات الليل كامل هو يرقد غير مده معينه ويعاود ينوض. والله تبارك وتعالى ايضا مدح اقوام قال إيه قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وش معنى يهجعون؟ معناه يرقد شويه ويعاود ينوض يقوم شويه، يرقد شويه ويعاود. هذاك النوم لماذا؟ حتى يتقوى به. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. سوره الذاريات. وش يقول الله تبارك وتعالى ايضا في سوره الزمر؟ امن هو قانت ناناء الليل ساجدا وقائما. نهار كامل هو صايم والليل كامل هو قائم. اذا رب العالمين واش امدح اقوام باش مدحهم لانهم كانوا يقومون الليل. وتقرا في سوره السجده عند السجده نيشان، عند السجده مباشره غير تسجد تقرا هذه الايه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سوره السجده. واش معنى تتجافى جنوبهم؟ معناها يرقد شويه ويعاود ينوض، يرقد شويه ويعاود ينوض. واش معنى المضاجع؟ مضاجع واش هي؟ هي أماكن النوم. المضاجع هي أماكن النوم، ورب العالمين ذكر المضاجع ثلاث مرات في القرآن الكريم. تقرأ في سورة النساء علاج الشقاق بين الزوجين، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وقال قبلها بالنسبة لسورة آل عمران بالنسبة للقتال، قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال هذا في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. علاه رب العالمين ذكر المضاجع؟ قال لك لأن الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان قوي ومجاهدة نفس قوية، قال لك فإنه يخلو إلى النوم، يقعد غير في بلاصته كاع ما ينوضش، كاع ما ينوضش كاع. إذا الله تبارك وتعالى مدح أقوام بصفة ماذا؟ أنهم كانوا يقومون للفقر، مع أن قيام الليل مش فرض علينا احنا، هو عبارة عن سنة فقط. لكن الله تبارك وتعالى مدحهم لأنهم كانوا يحافظون على هذه السنة التي تكاد تكون مهجورة كاع نهائيا إلا عند مجموعة قليلة أو فئة معينة من الناس. وقيام الليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين واش من قبلكم. لو كان تقرأ الأحوال تاع الناس تاع بكري، أنا مرات نقول نقرأ في الأخبار تاع المتقدمين، الناس العلماء تقرا خمس صلاة عشر صلاة تبلع كتابك وتروح تريح كاع، ما تقراش، علاش؟ تحتقر نفسك. هذو ماهوش عباد، هذو ماهوش بشر كاع. واحد الدرجة كبيرة يا صاحبي تاع التقوى، واحد الدرجة تاع إيمان، ترك الشبهات، الورع، ترك ما تأمنش، يعني نفس ساعة تحقرها تبلع كتاب وتريح، ما تنجمش تقرا ما تنجمش، تقول أنا كاع ما نبانش معاهم، كاع ما نبانش. لكن دوك ندخل لك الأمور التي تساعدك على قيام الليل. إذا قالك عليكم بقيام الليل فإنه دأب أي عادة الصالحين من قبلكم. عادة تعوج نتاع الصالح من قبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك رحم الله امرؤا صلى فأيقظ قام فأيقظ أهله
فإن أبت نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة أو زوجة قامت فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت على وجهه الماء. واش معناها؟ تكون الحبل العامية ترشة. والنبي صلى الله عليه وسلم واش يقول لك؟ يقول لك ودي الإنسان عندما يصلي بأهله فإنه يكتب مع ماذا؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. هذا يسمى واش؟ يسمى قيام الليل. إذا قيام الليل هو عبارة عن ماذا؟ عن فرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرض. أما احنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سنة. يعني غير التراويح النبي صلى الله عليه وسلم مر الأولى ما صلاها لقى مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، عاود مرة ثانية جاء لقى مجموعة من الصحابة الجامع زاد تعمر، عاود الثالثة تعمر، الرابعة ما خرج قال في بيته خرج جمع معمر بالصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر شوية، كي تأخر خرج قال لهم لقد علمتم صنيعكم البارحة، شدت البارح بالجمع كان معمر، يعني عارفون بقى صلوا وراي التراويح. قال لهم وما منعني أن أصلي بكم خشية واش؟ أن تفرض عليكم. لو كان صلاها النبي صلى الله عليه وسلم استرع شيء تولي تولي فرض، أروح أنت وصلي. اللي يقول لك لي ما مطول كان يصلي حوالي 36 ركعة، أروح أنت وصلي في الجامع. مستحيل مستحيل تصلي أنت، صلي أنت خمس دقائق تاع الجمعة أنت على الصلاة الخمس هبلتك أنت، 45 دقيقة تاع التراويح باغي تنوض انت، الدرس نتاع الجمعه خطبه زدنا 5 دقائق ولا 10 باقي في المسجد باغي تهرب، انت باغي تصلي 36 ركعه، انت تصلي 36 ربعه ركعه في الوقت تاعنا حتى تعذروا. مستحيل، هذه كاع من المستحيلات، كاع هذه كاع من سبع المستحيلات. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فرض في حقه، اما نحن فهو عباره عن ماذا؟ عباره عن سنه. اذا الانسان على الاقل اذا لم يقم، احنا عندنا 360 يوم شهر تاع العرب، حنا العام وحنا ناكلوا رمضان يكملنا كاع بالجوع يكملنا. اتصور نتايا حنايا كاع 11 شهر وحنا غير نرقدوا حتى الصبح وما نصلوش، كي يجي 10 الاواخر تكملنا كاع تكملنا وباغي ندخلوا للجنه. قال لك اودي باغي يعيش عيش القور ويموت موت الصحابه. اودي هذا ثاني تكون شويه منطقي، انت ها والله انت باغي تعيش عيش تاع القور باغي تموت موت تاع الصحابه، تتلف تلاها نتايا، انت ماشي فوق تلاها كاع فوق الملاهيه كاع. إذا أنت حاسب الدين غير مانيش عارف غير صلي وروح، لازم فيه مشقة لازم فيه تعب، الناس كاع لازم التعب. يقول لك أفضل العبادة هي واش؟ أشقها على النفوس. كي تصلي عباد النفس تاعك كارها ليها، عرف لي هذيك فيها الأجر كبير. النفس واش؟ الناس ما تبغيش طب ما تبغيش العادة تميل واش؟ تميل الخمول والكسل. إذا في الأصل قيام الليل صعب، لكن هو سهل على من سهله الله عليه. العلماء رحمهم الله وضعوا قواعد تساعد الإنسان على قيام الليل. أول قاعدة وش هي؟ قال لك أول قاعدة هي النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، معناها أن تنوي قيام الليل. عندما تنوي قيام الليل هناك حالتان لا ثالث لهما، إما أن تقوم وإما أن تغلبك ماذا؟ عيناك. إذا قمت ذلك ما كنا نبغي، وإذا غلبتك عيناك فأنت تأخذ أجرك كاملا. علاش؟ لأن عندك عذر. صاي داتك عينك، صاي داتك عينك، خلاص ما عندك ما غادي دير، لان النوم انسان القلم تاعه واش مرفوع لا يكتب عليه. لكن في الوقت الحالي اغلبيه تاع الناس ما عندهمش حجه، اغلبيه غير كان الانسان قاعد تعب قاعد ما عندهمش حجه. لماذا؟ لانه كلما تطورت التكنولوجيا كلما قامت الحجه علينا. عندك تليفونك رجله، عندك حتى هذيك لارام تقدر دير 20 وحده، هذه وحده تصوني لي 3 ونص، من بعد كاع نقلب التليفون يولي سينونس، الاخرى تعاود لي بعدها بخمس دقائق، ما عندكش عذر، صاي؟ عندك اودي التلفزيون في دارك، ريق التلفزيون تاعك، ريق جهاز استقبال ديمو، شجع اوتوماتيك مو يشعل وحده، روح يقلع، ما ماكش عندك ولا عندك ولادك ولا عندك زوجتك ولا العائله تاعك تنوضك، ما عندكش يا صاحبك ماشي صوني لك، غير بيبي لك، انت ما تفرش عليه، خاص لي زينيتي يقول لك دير لي زينيتي، غير بيبي لك، يقعد بيبي 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 تعاود تنوض، ما عندنا ما كان تاع عذر كاع. اذا الامر الاول واش هو؟ الانسان ينوي قيام الليل. ثانيا ان يتخذ الاسباب التي تعينه على النوم، مثل ضبط منبه ولا ضبط منبه الساعه ولا ضبط منبه تاع التلفاز ولا جهاز استقبال كما حنا ديمو جهاز استقبال، المهم اي حاجه تساعدك، اي حاجه تساعدك، هذا الامر الثاني. الامر الثالث الذي يساعدك على قيام الليل هو ان تقرا قصص وعبادات الذين كانوا من قبلنا. قال الناس اللي كانت تدير، الناس اللي كانت تصوم، الناس اللي كانت تصلي، على بالك هناك من كان يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء أكثر من 20 عام. أي أنت كي تقرا واحد كيما هذا، فلان ودي كان يصلي صلاة الصبح بالوضوء نتاع العشاء، شحال 20 عام. أصاحبي
هادو ماما وش بشر هادو صاحبي، يعني بغوا درجة كبيرة. وش معناها؟ معناها كان يقلل الأكل باش ما تكونش فضلات، وكان الليل تاع واجع غير بعبادة، إما القرآن إما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أذكار، ولا راه قاعد نايض كامل، قاعد نايض كامل، يصلي عشاء الصبح انتهى وعاد يمشي يرقد. يعني الذي يساعدك على قيام الليل هو قراءة قصص وأخبار وأحوال الناس المتقدمين. كان يقول لك أودي الصحابة، يا خويا الصحابة رضي الله عنهم ما تمشي لهمش يا سيدي، الصحابة درجة عالية رضي الله عنهم، خلاص يا سيدي ما نلحقوهمش ما فيهاش إشكال، قال غير اللي بعثهم تابعين وتابع التابعين تابع التابعين أو هلم جرا حتى توصل أنت. الأمر الآخر أيضا الذي يساعدك على قيام الليل هو الابتعاد عن الذنوب والمعاصي في نهار رمضان. واحد الإنسان جاء عند الحسن البصري رضي الله عنه قال يا أبا سعيد إني أعد طهوري، معناها كاع ندير كاع الاحتياطات تاعي، واوصي غلامي بان يوقظني. قال له ندير الطهور تاعي في الانيه في الماء من الطاسه في الماء، ونحط كما حنايا المكان تاعي ونصلي، ونوصي الغلام تاعي باه ينوضني. قال له لكني لا استطيع النوم، كي ندير؟ قال له قال الاسباب نتخذها. واش قال له رضي الله عنه؟ قال له ماذا افعل لك ان كانت ذنوبك قد قيدتك؟ صاي الذنوب تاعي واش باغي ندير لك انا؟ الذنوب نتاع قايد على قيام الليل، واش باغي ندير لك انا؟ ما عندي ما غادي ندير لك. اذا قال لك الابتعاد عن الذنوب والمعاصي في ماذا؟ في نهار رمضان، لان الذنوب والمعاصي بسببها قد يحرم الانسان الرزق يصيبه. الرزق راه جايك، كي دير معصيه داك الرزق عاود يروح. واش يقول لك الفضيل بن عياض رضي الله عنه؟ يقول لك والله اني لاعلم شؤم معصيتي في دابتي. واش معناها؟ قال لي هو دي كي تكون الامور عادي، كي بغيت نركب في الدابه نتاعي نركب فوقها تجيني عادي، ما كان حتى اشكال. قال لهم اليوم الذي اريد ان امتطي فيه دابتي تشرد عليا، معناها عارف لي داير معصيه، الدابه ما قبلتنيش، انا عارف لي الدابه نتاعي ما قبلتنيش، راني درت معصيه في ذاك اليوم. واش هي المعصيه نتاعها؟ بالك ما ذكرش رب العالمين، بالك ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حياتها كاع كامله عباده، حياتها كاع كامله عباده. الامر الاخر الذي يساعدك على قيام الليل الله أكبر الله من الأمور التي تساعد الإنسان على قيام الليل. قال لك على الإنسان ألا يتعب نهاره في يوم رمضان، ألا يتعب جسده في نهار رمضان، لأن الإنسان عبارة عن جسد، وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن روح. كما أن الروح تحتاج إلى غذاء، فكذلك الجسد يحتاج إلى ماذا؟ إلى غذاء.
واش هو الروح؟ واش هو الغذاء تاع تاع الروح؟ وعبارة عن الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذو ذكره. أما الجسد فإذا أتعب الإنسان وأنهك الإنسان جسده في يوم رمضان فإنه لا يستطيع القيام، ما تقدرش، لأن جسد تاعك متعب، تنجمش ما تنجم، مستحيل أنك تنجم، ما تقدرش، حتى ولو جلس ما تقدرش. إذن على الإنسان أن يحافظ على جسده وأن لا ينهك جسده ولا يتعب جسده، وذلك بأن لا يجري فيما وراء، فيما لا طائل وراءه. حاجة ما تهمنيش أنا من حوس عليها، دوك تمركش خدام ولا خدمتك كمل خدمتك، أنا تعب روحك، أنا تعب روحك، هي ما عادش باغي، تبغي تصور وجور، إنسان يتمشى شوية، يتمشى يتعرف يشوف الناس، مهم عادي، بصح الأعمال الشاقة اللي تعب الجسد تاعك، علاه تعب روحك أنت، علاه تعب روحك؟ أني عارف روحي أنا كي ندير داك الفعل تعبني، وهذا التعب ماهوش واجب عليا شرعا ولا قانونا، نروح ليا حالي كل نهار كامل وغي يجري، ملي نوض تمشى 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 تمشى، يقول لك ودي مانيش قاد، بس ما تقدش، هذه باينه ما تقدش، لأن أصلا في نهار رمضان هو عبارة عن ماذا؟ رمضان عبارة عن ماذا؟ رمضان عبارة عن شهر لكن ليس كبقية الشهور، معناها البرنامج تاعك كاع يتبدل، كما قلت لك في أول دروس المسائية تاع العصر وتاع الجمعة، إذا دخل رمضان ثم انسلخ رمضان وبقي برنامج كما هو عندك خلل، لأن رمضان البروغرام تاعك يتبدل، في النوم يتبدل، في الماكلة يتبدل، في التكسرة يتبدل، في رمضان كاع البرنامج تاعك يتبدل، إذا دخل رمضان وقعد نفس البرنامج تاع الفطور عندك مشكلة أنت، ترى عندك خلل، لأن رمضان يعني رب العالمين فيه خاصية كل شيء يتبدل، كاع أمور تبدل، كاع النوم يتبدل، القيلولة تبدل، وقت العمل يتبدل، حتى في المدارس النظامية يقولوا لك ولاد يتبدل، دوك باش مثلا التلاميذ يقروا في الابتدائي ولا ما يقروش؟ يقروا الابتدائي عندهم مطعم تما، بصح متى البروغرام تاعهم تبدل؟ تبدل البرنامج تاعهم تبدل عادي، لأن رمضان كاع 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 البرنامج تاع 11 كاع يعاود يبدله لك. إذن على الإنسان ألا يتعب نهاره في يوم رمضان، على ألا يتعب جسده في يوم نهار رمضان، على الأقل ارتاح شوية، هذا الجسد تاعه تارك، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك واش حقا، هل الجسد ماهوش تاعك أنت؟ لا، أنت رب العالمين أودع فيك هذا الروح، راك مسؤول على إتلاف الجسد عمدا ولا غير عمد. الأمر آخر الذي يساعد على قيام الليل هو وقال أخذ قسط من الراحة، ما إحنا القيلولة على الأقل ولو نص ساعة، ولا على الأقل ولو نص ساعة، لأن القيلولة واش تساعدك؟ القيلولة واش معناها؟ تقعد مدة معينة، فترة نص ساعة، ساعة ولا على الأقل واش باش تقبض روحك، هذوك النهار كامل وأنت صايم، خاصة الناس اللي يخدموا، كاين اللي يخدم 7 تاع الصباح، كاين 8 تاع الصباح، كاين 8 ونص تاع الصباح، كاين اللي ما يرقدش مليح، كل واحد الظروف تاعه ولا، على الأقل أنت دير واش قيلولة؟ يقول لك أودي كما تقول لك تقول لك الحكمة واش حديث، تقول لك الحكمة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيم، على إنسان كي يدير قيلولة ولا، هذاك الجسد تاعك واش راه فيه نوع من الراحة، حتى ولو ما درش على الأقل واش تبقى واش؟ تبقى ممدد في راس تاعك ولا، باه الجسم تاعك واش؟ الجسم تاعك يرتاح. الأمر الآخر أيضا الذي يساعد على قيام الليل هو الابتعاد عن الضجيج وعن أماكن اللغو. وما أكثر أماكن اللغو؟ تعرفوا شو اللغو؟ قال لك اللغو هو كل كلام لا ينفعك لا في الدين واش ولا في الدنيا، أي كلام ما ينفعك لا في الدين ولا في الدنيا. ورب العالمين مدح المعرضين عن اللغو، تقرأ في الثمر الأخير دائما سورة الفرقان، مش يقول رب العالمين في الأواخر، في أواخر الفرقان مش يقول لك؟ يقول لك وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما نهضرش معك أنا كاع، أنت راك تشكل، ما نشكلش معك، الله يسهل عليك نمشي. ورب العالمين أخبر في القرآن الكريم على أن الإنسان إذا أكثر من اللغو قال لك فإنه مصنف في ماذا؟ في الجاهلين، حتى ولو عالم العلماء، حتى ولو أعلم الناس، حتى ولو أنك جمعت فأوعيت وحصلت فوعيت، إذا كان دائما في أغلب كلام تاعك تاع لغو راك مصنف من الجاهلين، مش أنا صنفتك الآية، تقرأ في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو واش قالوا؟ أعرضوا عنه، أردت مش اسم محدين الغر، أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي ماذا؟ الجاهلين. أخوي الله ماشي نهضرش معاك أنا، أن رب العالمين وصف المكثر تاع اللغو على أنه إنسان جاهل، الآية وصفته، والله تبارك وتعالى دائما تلقاه قارن الصلاة مع من؟ مع الزكاة، قال لك ذكر الله تبارك أو قارن الله تبارك وتعالى الصلاة مع الزكاة في أكثر من 80 آية، أكثر من 80 آية، صلاة مع الزكاة، لكن في سورة واحدة الله تبارك وتعالى فصل بين الصلاة وبين الزكاة بالإعراض عن اللغو، علاش؟
قالت العلماء إذا أردت أن تعرف مكانة الإعراض عن اللغو قرأ أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إذا ذكر الصلاة وش ذكر بعدها؟ إعراض عن اللغو، ومع شو ذكر؟ الزكاة. لو فرق بيناتهم، على فرق بيناتهم، قال لك لأن الإنسان كلما أكثر من اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة ولا طالع من ورائه لا دين ولا دنيا، قال كلما أكثر من اللغو كان مضيعا لحق الله اللي هو واش صلاة، وحق العبادة هي واش الزكاة. اللغو قاع بعده كاين اللي ملي هو غير يطحن دد 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 أصاحبي عندك كلام كاتب راهم يكتبوا عليك أصاحبي، يا عندك كرام كاتبين راهم يكتبوا عليك، ما يرفضوا من قول الا لديه رقيب عتير. نهار كم هو غير يهضر مجلس غير يهضر شويه، وزن كلامك يا صاحبي، وزن كلامك. شكون لك العلماء يقول لك من كثر لغاته كثر ماذا؟ غلطه. غير الحروف قلبها، عكس الحروف هذا مكان. من كثر لغاته كثر غلطه، اللي يهضر بزاف يغلط بزاف، هذه قاعده، هذه قاعده كاع. واش معناها؟ معناها اللغو ممنوع في كل ايام السنه، لكن يتاكد المنع واش في نهار رمضان صايم. علاه النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاه الفطر؟ طهر للصائم من اللغو، من ماذا؟ زكاه الفطر، من اللغو والرفث. زكاه الفطر اي كلام تافه ولا ما فيهش فائده، زكاه الفطر تكفر لك هذاك الامر. اذا الانسان عليه ان يعرض ماذا؟ عن اماكن اللغو والاماكن التي لا طائل وراءها. والمشكله وين راها؟ الكارثه الكبرى والدهي العظمى. تلقى الناس في مجمع، تلقى الناس في مجمع قالوا دي وليمه ولا عاده فرح ولا قرح ولا، تلقى واحد يحكي لهم، يحكي واش سويع ثلاثه ما كانش يقولها طوت. ديما يقولها طوت علينا، كان يدير صح ولا ماشي صح؟ هاتلك طوت علينا، ها طوت علينا. تقعد معاه يقعد ساعة ولا ساعة ونص، هو غير يحكي لهم، جاء زيد وجاء عمر، جات هيد وجات هالة، فلان، الناس غير تحكي وتضحك غير تضحك. بصح الإمام وكان يدير لهم موعظة فوق نص ساعة، آمين آمين، معناها باش تختم لينا. المجتمع هذا كيف غادي يصرح مجتمع هذا؟ كلام تافه، تلقى الناس مقبلة عليه، وكلام ربي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ثقيل، ويقول لك أنت باغي ندخل الجنة، هذه المرتين تراك تلاها أنتايا، تراك غير تلاها أنتايا. الامر الاخر ايضا الذي يساعدك على قيام الليل الابتعاد عن اماكن الضجيج واماكن الذنوب والمعاصي. واحد المره الحسن البصري رضي الله عنه مر على قوم كانوا في مجمع، قال لك فسمع ضجيج وراى بعضهم يموج في بعض، هذا يرفع صوته وهذا يزق كما قلنا في السوق الاسبوعيه تاع ثلاثه ولا اربعه ولا السوق اليوميه، كنا الرباسي السوق اليوميه، تلقى الناس داخله بعضها وزقي زقي زقي. تنحى قليلا، سقسه واحد قال له يا شيخ ما رايك في هؤلاء القوم؟ واش تقول فيهم انت؟ قال لهم ارى ان ليلهم ليله سوء. احنا كيما نقولوا بالعامي ليلتهم كحله، غتصير لهم حاجه ولا غتصير لهم حاجه ولا افه ولا مشكله ولا. قال له ماذا؟ قال له مستحيل يقوموا الليل. قال له هذا باغي يقوموا الليل هذا، عطيت له الضحك والزعاق والتعب واللغو والسب والشن. قال لهم هذا يقوم الليل؟ هذا يقوم الليل وش معناها؟ معناها كان عندهم الرجل الذي لا يقوم الليل وهو قادر على الليل تاعه واش؟ ماهوش محسوب له، ماهوش محسوب له اصلا كاع. اذا هذه واش؟ عباره عن جمله قصيره، قواعد قليله جدا وضعها العلماء من اجل قيام الليل. عندنا جمع تبرعات مسجد عبيد بن الجراح رضي الله عنه بن عامه، ماذا بكم تتبعون الصفوف؟ ماذا بكم ناس كبار يتبعون الصفوف؟ ارحموا الله. تابعونا الصف يرحم والديكم. شوف ولدي تابعونا الصف مليح، خاطر كي تبعوا الصف مليح تكون الحصيله مليحه، كي ما تكونش كما قلت لكم واحد يجيك من مقرا يجيك من اول قار يجيك من صفيصيفه ولا يجيك من تيوت المنطقه النائيه تعطي 500,000 واه اصلا ما هي جايه كاع، بالك راه كاري اللوطو ولا. شوف ولدي تابعونا الصف مليح مليح. إذن هذه الأمور القواعد وضعها العلماء تساعدك على قيام الليل. الإنسان عندما يقوم الليل أول شيء ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في النسائي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك، معناه يستعمل السواك. هذه المرة الأولى، استغفر الله. الإنسان عندما يوفقه الله تبارك وتعالى لقيام الليل عندما يصحو أول شيء يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذني بماذا؟ بذكره. احمد رب العالمين أنك أصبحت حي، كان يصبح ميت يا محمد، كان يصبح ميت. احمد رب العالمين أنك أصبحت حي.
ثانيا الإنسان على قدر المستطاع يستعمل السواك، هو في حقنا احنا سنة، في حق النبي صلى الله عليه وسلم واش فرض، يعني يستعمل السواك. الأمر الثاني قال لك أن يتوضأ. الأمر الثالث الرابع قال لك أن يفتتح صلاته بركعتين، تسمى ركعتا أنت على الوضوء. شكون هو اللي سنها لنا ركعتا على الوضوء؟ بلال رضي الله عنه، بارك الله فيه. بلال رضي الله عنه هو أول من سن ركعتين تسمى ركعتا الوضوء، وأول من سن ركعتين قبل الموت شكون هو؟ قبل ما يموت هو سمى خبيب، هذا خبيب حكموه قبل ما يبغوا يعدموه. هذا الامر تاعها غريب جدا، كاع الامر تاعها غريب. كانوا هنا في واحد المنطقه مزون، في منطقه مزون مكبلينه بالسلاسل بالاصابع ليمين ومكبلينه، الناس راهم يشوفوا ياكل العنب. في ديك المنطقه ما كانش العنب، كانش العنب اطلاقا، كاع ما كانش العنب. وواحد مره كان ماسور، كان محبوس عند العدو، واحد مصغر جاء يدب دبيبا، يتمشى تدخل عنده، وقلت لها كان في ده موس، دخل عنده بوع سكين قبض خبيب. جيت امه تبكي، قلت لها ماش غتقتلي ولدي ونطقو؟ قال لي شكون اللي بغيتي لك ولدك؟ هاك يدي ولدك، هاك يدي ولدك، بغيتي لك هنا. اذا كي بغاو يعدموه قال له تقول اي حاجه، قال لهم بغيت نتوضا ونصلي ركعتين. اذا اول من سن ركعتين عند الموت قبل الموت شكون هو؟ خبيب رضي الله عنه. واول من سن ركعتين تاع الوضوء شكون هو؟ بلال رضي الله عنه. واش القصه نتاعه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته فاني سمعت خشخشا عليك في الجنه. وعطاه يتمشى عاد حي، قال له خبرني واش دير؟ قال له علاه؟ قال له سمعت الحس على رجليك في الجنه. عاده يتمشى مازال راح يرزق، قال له سمعت حس على رجليك في الجنه، معناها الناس طارت السي محمد، الناس طارت السي محمد، احنا كان الصلاه تجيك ثقيله راك مازال راك طار، مازال السي محمد، الناس طارت عاد راح حي الصوت تاعها في الجنه. قال له واش درت؟ خبرني اي حاجه كنت تديرها راك محافظ عليها. قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما تطهرت من طهور من ليل او نهار الا وصليت ركعتين. قال له ودي الشيء اللي بلغني هذا الامر، قال له كي نتوضا اي وضوء للصلاه ولا فريضه ولا نافله نصلي ركعتين تاع الوضوء. هذا ركعتين تاع الوضوء هو اللي سنها لنا، هي اللي دخلتها الجنه. حنا تبان لي بركعتين ما كان والو. اذا يصلي ركعتين يسمى واش تاع الوضوء، ومن بعد يفتتح بما كتب بما قد قدر له وبما كتب الله له. صلي زوج، صلي ربعه، صلي سته، ولا وقيم اللي وانت يبدا من بعد صلاه العشاء حتى الاذان الثاني، ولا احنا كي نصلوا التراويح من بعد كاع قيم الليل. كي أذن المؤذن تاع الصبح الأذن الثاني معناه شي يتبلع واش؟ قيم الليل يتبلع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. كاين اللي مريض الله يشافيه ويعافيه، كاين اللي باغي يتزوج الله يسهل له، كاين اللي فيه دين الله يقضي عليه، كاين عندهم أولاد من حافي الله يهدينا ويهديهم، كاين اللي راه مريض كاين في المستشفى رب العالمين يشافيه ويعافيه، كاين اللي باغي عمل جراحي الله يشافيه ويعافيه، كاين واحد المرأة هي ماشي هنا في بلاد الغربة. وراها مسكينه وحيده في بلاد الغربه، اتصلت بنا وحيده وفيها مرض ميؤوس من شفائه طبيه، قالت لك ادعو رب العالمين. غير مسكينه بعيده وحدها والغربه وامراه، قالت لك ادعو رب العالمين الله يشافيها ويعافيها. كاين من واحد الناس عندهم امور معقده كل جمعه ادعو رب العالمين، رب العالمين يوفق، رب العالمين يحل الامور، بسم الله الرحمن الرحيم. كاين الناس راهم يجيبوا لنا التمر باش يفطروا الصائمين، رب العالمين يجازيهم. وكاين الناس راهم يجيبوا لنا الماء باش يفطروا الصائمين، رب العالمين يجازيهم ويخف لهم الحال الطيب. كاين انسان كاع نهار رمضان كامل دائما راه جبنا 30 فازو، دائما قال لك رمضان كامل عليا انايا في التراويح. قال لك اودي نحطوا هنا 15 وعندها 15 عندها امر ربي يوفيه له ورب العالمين يجازيه بك في صحته في رزقه في وليداته. عندنا ايضا فيما يخص اليوم ان شاء الله بعد التراويح راه كاين حمله تاع تبرع بالدم. راكم تسمعوا كل مره يقول لي ما خاصنا الدم، خاصنا الدم، خاصنا الدم. احنا الدم خاصنا، بصح من يجي التبرع ما نمشوش. من يجي التبرع ما نمشوش. يعني الدم اي انسان يحتاج له، على الاقل راه صدقه جاريه. كي تحيي نقد نفسه رب العالمين راه جازي كان محيي الناس جميعا. اليوم ان شاء الله بعد التراويح راه هنايا المؤسسه الاستشفائيه تاع الرحماني، وكاين الناس الخير، وكاين بعض المزمنه، كاين كاع الناس اللي فيهم الخير والناس اللي ساهموا في المشاريع الخيريه هنا على الامراض المزمنه. غادي يجوا هنا يجوا الاطباء يجوا كل شيء ونجي تاع الاسعاف تبرع بالدم. ماذا بينا تكون الحمله قويه والناس تبرع بالدم، راه كاين اطباء يشوفوا، كاين فرامل، كاين ناس يقوموا بكم. الدم هذا نحتاجه ونحتاجه اي انسان. وفيما يخص عندنا كاين واحد المراه جابت لنا 100,000 شافت منام، رب العالمين ان شاء الله يكون من تاع خير ليها ولعائلتها ان شاء الله، ربي يشافيها ويعافيها. كاين مره جابت لنا 50,000 رب العالمين يجازيها. فيما يخص قيام الليل، من الليل ان شاء الله نبدو، من الليل ان شاء الله واش نبدو؟ معناها نصلوا العشاء ونصلوا التراويح، نروحوا نعاودوا نتلاقوا. الاذان الاول قشطة يأذن، أذن بنص ساعة قبل نص ساعة قبل الأذن الثاني. الأذن الثاني خمسة، الأذن الأول 5:30، معناها الأذن الأول 5 بيل.
احنا نبدو 5 قبل 10 5 قبل 5 نبدو ان شاء الله نصلي مكتبنا 4 6 8 ولا كيف فقط ملاحظه اللي يصلي ترى اللي يصلي بنا قيام الليل مرات في قروطار صحيح مرات تخونه الساعه ومرات ما يرقدش كاع يجي في حاتمه اللي قربينا ترى قربينا ولا ما جا وقت صلاه كانت مشكله تقدم واحد يصلي بنا ولا اشكال احنا كما كنا عندنا نحفظ القران الكريم كان يقدمونا نصلوا ما كان حتى اشكال حتى ماكش عارف الصوره اللي قراها الامام معليش قرا ماهوش تخدم القران الكريم تخدم حاجه مليحه بصح ماليش غير خدمني وعد محراب واش يقول محراب فارغ ما كان حتى اشكال واذا واحد باغي يقرا يحفظ القران الكريم وباغي يقرا ولا خويا مرحبا به راه المحراب محلول محل مفتوح هذا العشر الاواخر اي واحد يعرف انسان باغي يحفظ القران الكريم باغي يقرا القران الكريم 10 طرح قيام الليل خويا روح مرحبا به حنايا ولا اي انسان طبيب باغي يدير لنا درس ولا باغي يدير لنا محاضره ولا في رمضان او دير روح مرحبا به اي انسان ممرض فاميلي باغي يدير لنا حاجه ولا اي حاجه تنفع ولا خويا روح مرحبا ما كان حتى مشكل الباب راه مفتوح باغي تصلي قيام تصلي بنا قيام الليل 10 الاواخر قيام الليل مرحبا بك باغي تجي دير لنا درس ولا موعظه ولا فيما يخص رمضان الضمان تاع الاطباء ولا مرحبا بك انت ايضا فيما باغي اي حاجه الباب راه مفتوح شهر رمضان كاع صلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله